النشوى السكري. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعينا وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من طبابة على إذاعتكم ألف ألف أف أم الموجة السعودية. يسعدني أني أصحبكم خلال هذه الساعة على الهواء مباشرة. أنا نشوى السكري وهنقدم اليوم موضوع مهم جدا، مهم لكل أسرة، لكل زوج ولكل زوجة، للحفاظ على حياتهم مستقرة وآمنة وهادئة. طبعا تقدروا تسمعونا أعزائي المستمعين من خلال الراديو على جميع الترددات الخاصة بإذاعة ألف ألف أف أم، أو من خلال تحميل تطبيق ألف ألف أف أم والاستماع إلينا مباشرة أيا كان نوع جهازك، أندرويد أو آي أو إس. تقدر تحمل التطبيق من الستور عندك وتسمعنا وتتواصل معنا. كمان تقدروا تسمعونا من خلال موقعنا على الإنترنت www.alifalifafm.com. لو حابين تتواصلوا معنا مستمعينا الأعزاء، التواصل من خلال حساباتنا على السوشيال ميديا، فيسبوك، تويتر، إنستغرام، وكمان على التيك توك، وكمان على اليوتيوب. أما إذا حابين تتصلوا علينا مباشرة فبإمكانكم التواصل معنا من خلال هاتف البرنامج 012-61-61-100. إذا حابين ترسلوا لنا أسئلة أو تستفسروا عن أي استفسار أو تشاركونا تجربة من تجاربكم في الحياة خاصة بموضوع الحلقة اللي هنطرحه اليوم، تقدروا كمان ترسلوا لنا على واتس البرنامج 055-66-89-01. موضوع حلقتنا اليوم مستمعين الأعزاء عن التعافي من الصدمات والأزمات النفسية في العلاقة الزوجية. العلاقة الزوجية هي أساس متين لبناء حياة مستقرة وسعيدة، هذا أمر ما يختلف عليه أحد، لكن في بعض الأحيان تتعرض هذه العلاقة لأزمات نفسية يمكن أن تهز هذا الأساس. فالحياة لا تخلو من التحديات والضغوط، وقد يتعرض الأزواج لمواقف مفاجئة. هذه المواقف قد تؤدي إلى صدمات نفسية، قد تكون هذه الصدمات ناجمة عن أزمة مالية أو خيبة أمل في تحقيق توقعات مشتركة أو خيانة للثقة وغيرها من المواقف. البعض بيقدر أنه يجتاز هذه الأزمة ويمر منها مرور الكرام ويواصل حياته كأن شيئا لم يكن، والبعض الآخر يتعايش معها وتبقى آثارها مستقرة داخل نفسه وقلبه في تظاهر خارجي بأنه تخطى هذه الأزمة، إلا أن رواسبها تظل تحرق داخله. البعض الآخر لا يمكنه تقبل الأزمة والاستمرار وينفجر مدمرا كل شيء. كيف يمكن التعامل مع الأزمات النفسية التي تواجه الأزواج في علاقتهم الزوجية؟ كيف يمكن التعافي من هذه الأزمة ومحاولة الاستمرار في الحياة بشكل طبيعي دون أن تكون هناك ضغوط على الإنسان، خاصة وأننا نواجه حاليا انفتاحا كبيرا وتغيرا في كثير من المفاهيم التي كان لها تأثير واضح على علاقة الأزواج بزوجاتهم والزوجات بأزواجهن؟ أرحب بضيفتي في حلقة اليوم الدكتورة فاطمة محمد كعكي، استشاري أول طب نفسي وعلاج الإدمان، في موضوعنا اليوم عن التعافي من الصدمات النفسية في العلاقات الزوجية. حياك الله دكتورة فاطمة، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بك يا دكتورة نشوى وبالمستمعين وفي قناتنا المميزة ألف ألف أف أم. الله يسعدك، إحنا دائما سعداء بوجودك معنا، ضيفة مميزة من ضيوفنا اللي بيشرفونا في طبابة. طيب احنا اليوم موضوعنا موضوع شائك شويه دكتوره فاطمه، ممكن كثير من الناس يعني قد يكون عندهم الرغبه في مناقشه الموضوع بس ما هم حابين يتكلموا فيه او يبدوا يعني رايهم فيه، لانه بتعرف الموضوع شويه في بعض الامور الخاصه او الحساسيه. فخلينا في البدايه كده الان في الوقت الحالي مع التطورات اللي حاصله ومع الانفتاح اللي موجود، اختلفت الازمات النفسيه او الصدمات اللي صارت تمر باي علاقه زوجيه عن قبل كذا؟ كلمينا من خلال خبرتك عن ابرز الازمات الحاليه اللي بتمر بها اي علاقه زوجيه. صراحه زي ما اتكلمت معاكي دكتوره نشوى قبل ما نبدا اللقاء انه الانترنت
وسائل التواصل المفتوحة اللي صار الواحد بكبس الزر ممكن يتواصل مع أي إنسان في أي مكان في العالم. فهذه الإنترنت دخلت الإنسان حتى للخير وللشر معه. فالمواقع الإباحية مع الأسف بتجذب الإنسان. ودائما أنا أقول لأي إنسان يعني بيعجب بإنسان يعني سواء رجل أو امرأة عن طريق التليفون بدون ما يشوفه أو يشوفه بالفلتر يعني ما هو على الـ 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 الشيء الصحيح أو ما على الوجه الأصح يعني يكون متجمل يكون متصنع يكون كذاب خداع. فممكن يعني أو بعض الحالات إنه هو عنده مشاكل مع الطرف الثاني فيبدأ يشتكي ويستشير فيبدأ يستغلوا المستشار في أو المستشارة في أشياء تانية لا أعمل كذا ما يكون يعني في التوجيه الصحيح اللي هو يحافظ على بيت على البيت وعلى العلاقة الزوجية بين الطرفين. يعني بيستغل الفجوة ويزيدها يعني تفكك ويزيدها أزمات. ليش لا ما تعمل لك ليش ما يعمل لك. فممكن بدل ما يجي يعني زي ما يقولوا يكحلها يعميها مع الأسف. فهي أكثر شيء الوسائل للتواصل الإنترنت المواقع الإباحية البعد شوية نوعا ما عن الوازع الديني. يعني للأمانة يعني لو الواحد يعني خاف الله في بيته أو خافت الله في بيتها أو في علاقتها مع زملائها أو علاقته مع زملاء وزميلاته في حدود العمل يعني مرة مهم. يعني الانفتاح الزايد. وأنا دائما أكلم البنات لأنه المرأة سبحان الله يعني ربي خلقها أنه عندها يعني إغواء أو عندها درجة أنه الجمال وها دور الكلام الصوت النبرة هذه الأشياء كلها بتجذب الرجل. فكمان عشان ما نلوم الرجال لوحدهم ولا فعلى الطرفين. فهذه يعني الأشياء العامة مثلا في أشياء يعني خاصة اللي هي تؤدي إلى الخيانة الزوجية مثلا الخلل الجنسي. يعني دائما العلاقة الحميمية في كثير ناس يعني ما ينظروا لها بنظار يعني قوي ومهم في حياتهم الزوجية. وهذه غريزة وفطرة ربي غرزها فينا. فلازم الطرفين يسعوا أنه يعني تكون علاقة حميمية يعني كافية وبتخليه علاقتهم الزوجية محافظة. لأنه هي من أقوى الأسباب إنه للخيانة. يمكن الواحد يعني عنده مشكلة مثلا ونحن تربينا إنه بعيدين نوعا ما عن إنه عندنا الثقافة الجنسية عيب وما عيب للرجل والمرأة ويجي الرجل يأخذ مستسقى يعني ثقافته من الأفلام ومن أصدقائه. ونفس الحكاية البنت إنه هي حتى لو بتأخذ الثقافة ولو حاولت تقول لزوجها إنه أنا أعرفه كده من فين وعندك علاقة فيبدأ يفتح لها هي تحقيق. فهذه أول يعني عامل أو أول سبب. ثاني شيء عدم وجودها يعني علاقة عاطفية يعني صادقة. يعني في بعض الأزواج يتزوجوا بالطريقة التقليدية وما عنده يعني ما في عاطفة بينه وبين الشريك الثاني. وهذه كمان مشكلة ثانية يعني مرة مهمة. بالإضافة في بعض الزواجات بالإكراه يعني أنه الأب والأم مستفيدين من زواج بنتهم وابنهم لهذه البنت أو لهذا الرجل. فهي أنه هي داخلة إن هي كبيعة وسلعة أو إنه الرجل أو المرأة ما عاشت حياة المراهقة وأشبعت عاطفتها فيبدأ بعد 40 و50 وأكثر انتشار في الرجال أكثر من الإناث إنه يبدأ يعيش مراهقته ويبدأ يتمتع بحياته ويبدأ يتنقل من حب لحب لحب. يعني ونفس الكلام يقول لك نقل فؤادك حيث شئت من الهوى. بس هنا إيش الحب الحبيب الأول يضحك على الزوجة الغلبانة يقول لها يعني ترى كل كلام فاضي أيوة انت كلام الاساس يا أيوة انت البركه وانت هذا الكلام. وبعض النساء يعني طيبات يعني اي كلمه حنونه يعني تدوب وتسيح فيها. يعني طبعا احنا بس حابين نوضح حاجه دكتوره فاطمه انه احنا ما بننتقد يعني او نخص الرجال يعني بهذا الشيء. احنا بنتكلم عن واقع بنناقشه من ناحيه علميه من ناحيه طبيه. بنشوف هل ممكن تكون هذه الامور يعني احيانا قد يكون الرجل بسبب تصرفات معينه للزوجه هي اللي دفعته لهذا الشيء. فاحنا ما بنهاجم الرجال او نقول انهم يعني فيهم عيب لا قدر الله. العيوب العوامل بين الطرفين. ايوه بالضبط. فبالاضافه غياب الزوج او الزوجه لفتره طويله بحكم عمل او مثلا دراسه او فهذه الأشياء بيخلي فراغ عاطفي في الطرف الثاني. فكيف يشبع الفراغ؟ بيرجع عن طريق الإنترنت وعن طريق العلاقات سواء العلاقات بالأصدقاء كرجل أو بالصديقات بالأنثى وهكذا. وأحيانا كمان انشغال المرأة يمكن بأطفالها. يا دكتورة هي تقول لك خلاص هو إيش يبغى أنا عندي الأولاد وهو أكيد مقدر أنه أنا مع الأولاد رغم أنه الرجل
صحيح أنه أب في النهاية أو الزوج يعني هو أب قبل أي حاجة، لكن هو يحتاج أنه يشعر أنه له أولوية في حياة زوجته. عشان كده الاهتمام والاحترام هو قبل الحب. أنا دائما أقول يعني الثقة والاهتمام والاحترام هذا شيء أساسي بين الزوجين للأمام، من الرجل للمرأة. جميل. حلقتنا مستمرة، هعرف منك دكتورة فاطمة بعد الفاصل، هل الخيانة الزوجية ممكن تكون مرض نفسي؟ هل ممكن تكون مشكلة لها عوامل سيكولوجية نفسية معينة داخل الإنسان؟ هنعرف الإجابة على هذا السؤال بعد ما نرجع من الفاصل. وأنتم مستمعين الأعزاء، إذا حابين تشاركونا بوجهة نظر، برأي معين، ربما هذا الرأي يتفق مع الشيء اللي احنا بنتكلم عنه أو يختلف معاه، احنا اليوم يعني منفتحين جدا لتقبل الرأي والرأي الآخر، ما عندنا أي إشكالية، كل شخص عنده وجهة نظر نحترمها ونقدرها سواء اتفق معنا أو اختلف معنا. هنطلع فاصل وتقدروا تتواصلوا معنا حتى أثناء الفاصل على واتس البرنامج 055-66-89-01 أو بالاتصال على رقم الهاتف 012-61-61-100. فاصل وراجعين. حياكم الله من جديد مستمعين الأعزاء، وأهلا وسهلا فيكم مرة تانية في طبابة على ألف ألف أف أم مع ضيفة حلقتنا الدكتورة فاطمة محمد كعكي، استشاري أول طب نفسي وعلاج الإدمان، وموضوعنا اليوم عن التعافي من الصدمات النفسية في العلاقة الزوجية. ويمكن هنركز اليوم في حلقتنا على موضوع الخيانة الزوجية، وحابة برضو أوضح نقطة، يعني إذا تكلمنا وقلنا أنه الخيانة قد تكون من قبل الرجل، مو تقليلا من شأن الرجل أو هجوما على الرجال، ولكن بحكم المجتمع الرجل عنده حرية أكثر من المرأة، ربما عنده قدرة على التواصل أكثر من المرأة، لكن العادات والتقاليد والعرف السائد يمكن بيمنع المرأة من أنها تأخذ راحتها، وقد تكون لها علاقات أخرى. يعني طبعا بنستقبل مشاركاتكم على هاتف البرنامج 012-61-61-100 وأسئلتكم على الواتس 055-66-89-01. أرحب فيك دكتورة فاطمة مرة تانية وأهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا بك دكتورة نشوى والمستمعين، معلش استحملوني كذا مرة بطلع في لا بالعكس 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 إحنا سعداء بوجودك معنا، ويعني حتى لاحظنا من تجاوب وتفاعل المستمعين أنه حضرتك في صدق في نبرة صوتك، والصدق هذا بيوصل للإنسان دائما، وحتى لما بتكوني في قسوة بعض الأحيان في توجيه النصيحة، فالقسوة هذه بدافع أنه أنت حابة يعني مصلحة الشخص. صحيح. طيب إحنا كنا بنتكلم عن العوامل اللي ممكن تؤدي لحدوث خيانة الثقة، خلينا نسميها خيانة الثقة. نعم. في العلاقة الزوجية. وقلنا هل ممكن تكون هذه لها يعني مرض نفسي، هل ممكن تكون لها أسباب نفسية معينة في شخصية الإنسان؟ يعني لو ما توفرت الأسباب اللي بتؤدي لأنه يصير كذا، هل ممكن يكون هو بطبعه خائن بسبب حالة نفسية؟ صراحة الخيانة الزوجية ما لها تصنيف في الأمراض النفسية إن هي مسمى خاص بالأمراض النفسية، هي تكون سمة وصفة من صفات بعض الاضطرابات أو الأمراض النفسية، مثل مثلا اضطراب الشخصية الحدية أو النرجسية، إنه عنده إنه هو إنسان معجبين بكذا وإنه يحب له يسوي علاقات عشان يعني يعطي لنفسه النرجسية إنه أنا جميل أنا قوي أنا كذا أنا، يعني كثير من النساء أو العكس المرأة أنا عندي كثير من الرجال معجبين بي، هذا أي شيء. شيء ثاني الثنائي القطب اللي هو عنده الهوس إنه يتكلم كثير وسهر كثير، فممكن يعني من الكلام الكثير ويتعرف على يعني أشخاص أو هي تتعرف على يعني رجال كثير ونساء كثير، فيبدأ يدخل في الخيانة الزوجية. ممكن إدمان المخدرات، يعني لما يتعاطى الإنسان كميات من المخدرات بالذات المنشطات مثلا الشبو ولا الحشيش، بيزيد عنده الرغبة الجنسية، فيبدأ يعني ما يقدر يمارسها مع زوجته عشان لا تفضح أمره إنه هو مدمن، فيبدأ يمارسها مع المدمنات أخرى اللي معه أو بعض الذكور أو الرجال الثانيين، يعني فيبدأ خيانة يعني زواجية.
برضو في إدمان الجنس بس لسه ما نزلوه في التقسيمة الأمريكية السادسة إنه هو كنوع، فيبدأ ممارسة العادة السرية والصدمات في الطفولة، الاغتصاب الجنسي أو الاغتصاب يعني اللفظي أو الفسيولوجي أو الضرب يعني، فبيؤدي يسوي قلة ثقة بالإنسان واحترامه لذاته واطي، فيبدأ يحس إنه هو ضعيف، فهذا نوع من إنه هو يثبت إنه هو محبوب وثقته عالية وذاته عالية إنه يعمل علاقات أو تعمل علاقات زوجية. تمام، يعني هي تعتبر هي سلوكيات أكثر منها اضطراب أو مرض نفسي. طيب معنا اتصال، ناخذ هذا الاتصال نقول ألو. يا هلا وسهلا. هلا مرحبا، حياك الله. الله يحييك، تفضل جميع. يا هلا وسهلا فيك، تفضل. الله يمسي عليكم بالخير جميعا، الدكتورة خاصة. الله يمسيك بالخير. الله يحفظك. كان عندي بس مداخلة بسيطة للدكتورة، أنا أخصائي نفسي إن شاء الله، ودي أعقب عليها أنه فعلا ممكن تكون سبب من أسباب الخيانة الزوجية اللي هو التنشئة الاجتماعية ويعني عدم اكتمال العاطفة والاحتواء من قبل الأهل والبيئة المحيطة للشخص نفسه أثناء الطفولة يعني. نعم. ممكن الشخص هذا بعدين يكبر يصير ما يوثق بالناس اللي حوله، ما يوثق نفس شريكه هذا، يعني هذا ممكن يكون سبب رئيسي من أسباب الخيانة، وما نقدر نحكم عليه نقول إنه إذا كان كذا صار كذا، بس إنه يؤخذ بالاعتبار. تمام، شكرا لمداخلتك، بس ما تعرفنا عليك. بندر الجهني. حياك الله يا أستاذ بندر، شكرا لمداخلة قيمة، شكرا لك، الله يعطيك العافية. شكرا لك. حياك. طبعا احنا بنرحب باي مداخله او مشاركه. موضوعنا اليوم صراحه هو موضوع لا يعني ما هو راي واحد. نعم. هو يحتمل عده اراء ووجهات نظر، وهو في النهايه يعني يعتمد اكثر على العرف السائد وعلى العادات والسلوكيات، فاللي يختلف معانا حياه الله، اهلا وسهلا تشاركنا واختلف معانا وقول لنا لا كلامكم غلط، ما عندنا اي اشكاليه. وبرضه حاب انوه على نقطه مهمه، ان احنا بنناقش هذا الموضوع يعني بعيدا عما يقوله الشرع، احنا الان ما بنناقشه من ناحيه دينيه. طبعا كل انسان علاقته بربه يحكمها يعني شيء خفي بينه وبين الله، هذا الشيء احنا ما لنا علاقة فيه، لكن بنتكلم عن أشياء موجودة وسائدة ومنتشرة وحابين نعرف ليش وكيف نتعامل معها. طيب الحين دكتورة في يعني اتصال معانا، اتصال. طيب ناخذ هذا الاتصال وبعدين نكمل. يا هلا ومرحبا. السلام عليكم. عليكم السلام، حياك الله، تفضل. مين معي؟ الله يسعد مساكم، محمد من الرياض. حياك أخوي محمد، تفضل. أنا بصدفة كده قاعد أتابع البرنامج على في السيارة، الدكتورة الله يجزاها خير كانت حالة من الحالات اللي هي لقريب لي يعني، فأنا حاب أعرف العلاج. النقطة الأخيرة اللي تكلمت فيها أوكي، في مشكلة، في إشكال، ما هو العلاج لو سمحتي؟ ما هو العلاج؟ هذه النقطة إحنا تقريبا هو هدف الرئيسي من حلقتنا اليوم أستاذ محمد، لو سمحتي، لأن الموضوع شائك ومهم جدا جدا. نعم. وبصراحة نعاني منه. أكيد أكيد، وإحنا عشان كده طرحناه في البرنامج عشان نعرف كيف التعامل وكيف العلاج، هل في علاج، هل يحتاج شخص تدخل؟ خصوصا النقطة الأخيرة أختي، خصوصا النقطة الأخيرة اللي تفضلت فيها الدكتورة. أيوة، هي الرجل النرجسي اللي عنده مشاكل، اللي الخيانة بالنسبة له أو البحث عن يعني عن يعني يثبت لنفسه أنه هو محبوب و و و كل الكلام هذا، ما هو علاجه؟ لأن الموضوع فعلا طار جدا. نعم نعم أكيد، أشكرك أستاذ محمد وجزاكم الله خير، موضوع في قمة الروعة. أشكرك، الله يسلمك، الله يسلمك، مع السلامة. مع السلامة، في أمان الله. طيب إحنا دكتورة فاطمة طبعا يعني هنتطرق لموضوع العلاج، وهذا أصلا هو المحور الرئيسي اليوم، فالصراحة الأسئلة بدأت تجينا على الواتس، وكمان سأل العلاج الشخصية النرجسية بالنسبة للشخصية النرجسية اللي خيانة عنده شيء مستمر كثيرة. نعم. كيف العلاج؟ هل يحتاج هذا علاج نفسي؟ هل يحتاج تدخل جلسات معينة؟ هل دواء؟ كيف العلاج؟ دائما الاضطراب الشخصية بذاته سواء شخصية نرجسية أو حدية أو ضد أو مضادة للمجتمع أو شخصية وسواسية أو أي نوع من الشخصيات اللي هي حسب المحاور ألف وباء وسين وجيم أو جيم ودال، فتعتمد إن هي تجي مع اضطرابات نفسية أخرى، مثلا زي الاكتئاب، زي القلق، زي الوسواس القهري، زي اضطراب النوم. فهذه تحتاج، نعم بعض الأحيان تحتاج إلى علاج دوائي، لأنه بيكون معها مصاحب قلق واكتئاب، فيحتاج مضاد للقلق أو مضاد للاكتئاب أو منومات. في جلسات، الجلسات النفسية وخاصة العلاج الجدلي
اللي هو الدايلكتيك ثيرابي، اللي هو الواحد كيف يحتوي الإنسان ويبدأ يعرف الحسنات حقته والمحاسن، وبعد كده يبدأ يقول له بطريقة مؤدبة وجميلة، لأنه زي ما يقولوا ما تقدر تقول للأعور أعور في عينك. وأنا دائما أقولها، لأنه دائما الإنسان اللي عنده خطأ غلط أنه الواحد يبدأ يقول له أنه أنت عشان نرجسي أنت تحب نفسك، فبالطبع ما حيسمع الكلام، ولكن ادخل له أنه أنت إنسان كويس، عندك مبادئ كذا، تحب الخير كذا، ولكن لقينا بهذه الطريقة. فلازم الواحد يعرض نفسه لمستشار أو أخصائي نفسي أو أخصائي نفسي أسري مع طبيب نفسي يكون متخصص في الاضطرابات أو المشاكل الأسرية. نعم، يعني حضرتك شايفة أنه علاج الحالة النرجسية اللي بتأدي إلى ارتكاب الخيانة أو لجوء إلى علاقات أخرى، هذه جلسات نفسية وممكن يأخذ أدوية برضو؟ نعم، إذا كان مصاحب لأمراض أو اضطرابات نفسية زي القلق، زي الاكتئاب، زي الوسواس القهري، لأنه ساعات هذه ما بتخليه يقدر يعمل جلسات نفسية، يكون قلقان، يكون زعلان، يكون رأيه لسه مو مركز في أنه هو عنده مشكلة. فلازم العلاج الدوائي فترة بسيطة، مش يعني مدى الحياة، ولا يدخل في مشاكل إدمان ولا تعود. يعني المفهوم عن الأدوية النفسية أنها هي بتدخل في إدمان ويتدخل في تعود، وأنها هي تعمل مشاكل كثيرة. فأنا دائما أطمنهم إذا كانت تحت إشراف طبيب نفسي يخاف الله وتحت ألف شرطة، أنه ما يعود المريض ولا يزبه عشان رايح جاي على العيادة. يمكن زملاء الأطباء النفسيين يزعلوا مني، بس هذه حقيقة. يعني مو بس تخصص الطب النفسي يا دكتورة نشوى، كل التخصصات في الطب. يعني إذا كان لازم يكون الإنسان ثقة ويخاف الله وأمين على المرضى، بحيث إنه هو ما يحاول يعني يستغلهم أو يبتزهم لأي سبب من الأسباب. أنا ملاحظة دكتورة فاطمة من خلال حلقتنا اليوم والتفاعل من المستمعين إنه ناس أكثر حاجة تسأل عن العلاج. صحيح. إحنا عندنا هنا في محورين مهمين. المحور الأول اللي هو الخائن نفسه، الشخص اللي ارتكب الخيانة. والمحور الثاني الشخص اللي وقعت عليه الخيانة، الاثنين المخدوع، الاثنين بيعانوا. صح. والاثنين بعضهم قد يعني واحد منهم ربما بيعاني ويكتم. صح. وما هو عارف كيف يتصرف، والخائن برضو إذا يعني استيقظ ضميره يمكن ما هو عارف كيف يتصرف. أنا جاتني برضو مداخلة الآن على الواتس، يقول السلام عليكم، حاب أشارككم في البرنامج. يقول أنا وقعت في عدة خيانات قبل الزواج، والآن متعب نفسيا، ما هو الحل؟ أبغى أرجع لنفسي قبل، أبغى ضميري يكون مرتاح، إيش أسوي؟ هو شوفي، دائما سبحان الله يعني عقاب من الله عز وجل إحساس الإنسان بالذنب، بالذات إذا كان هو تربيته نظيفة وهو يعني نوعا ما كان كويس، ولكن يمكن رفقاء السوء أو رفيقات السوء هي اللي سحبتهم للعلاقات هذه والخيانات. نعم. فيعني كثير أنا بيجوني شباب بدهم يتزوجوا بس كانوا على علاقات مع فتيات واكتشفوا أنهم لعابات، أو العكس أنه فتيات بتتزوج وعرفت على شباب عشان ما ألوم الطرف الرجل أو المرأة، الاثنين يعني هم مساءلين يعني في هذه المشكلة. فللأمانة يعني دائما أقول لهم أصابعكم مو كلها واحد، فدائما الواحد يدعو الله عز وجل، ويتذكر حديث عمر سيدنا عمر لما قال انه دقه بدقه ولو من سقه، انه الواحد لو حافظ على عرضه او على اعراض الناس ربي يحافظ له على عرضه. هذه دائما كلمه والدتي رحمه الله عليه، انه دائما الانسان اللي يخاف الله في اعراض الناس ربنا يحافظ ويخاف الله في اعراضه من الاخرين. فدائما الواحد يعني حتى انت ذكرتي لي ايش العلاج. العلاج على الـ 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 يعني ليش يعني في كثير بعض الاسر تكون يعني الزوجه ما هي جميله والزوج ما هو جميل ولا كذا، ولكن العلاقه الزوجيه قوية. يعني قويه، الدعاء. وهذه اللي انا حبيت ومع الاسف نسيت ما اقوله، انه في ايه كريمه كثير من المشايخ، انا ماني مطوعه لكن اني اخاف الله، في سوره الفرقان 74 بسم الله الرحمن الرحيم، والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، والله انا حتى لما استمر عليه باخلاص احس يعني فعلا يعني في توفيق في البيت، في مع زوجي مع اولادي، حتى لما بقول لمريضاتي ومرضاي يا سبحان الله ما حد يعني اطلب من الله عز وجل شيء انه هب لنا قرة اعين، العين اللي هي اغلى شيء للانسان. أكيد. فربنا يعني ما يعني، فهذه دائما الادعية المفروض نحن نستمر عليها ونتحفز فيها يعني، وندعي ربنا البركة يعني والاستوداع، دائما الواحد يستودع قلب اولاده وقلب زوجه او زوجته، فالله عز وجل هو احسن يعني امان واحسن مستودع عنده. نعم. وفي حد ذاته تأنيب الضمير هذه حالة صحية. نعم. ترى في ناس بيخطئ وما هو حاسس بشيء، عادي، وبيروح
صحيح. ومستمر وغافل تماما صحيح. لكن مجرد انه في ضمير قاعد يأنب وتعبان نفسيا صحيح. هذا في حد ذاته يعني تكفير عن الخطأ صح. وخير الخطائين التوابون نعم. فبالتالي الانسان لما يشعر بخطأ ويدرك فعلا انه عمل شيء غلط ويلجأ الى الله سبحانه وتعالى اولا واخيرا قبل اي شيء هيشعر براحه ويحاول طبعا التكفير عن هذا الشيء والله سبحانه وتعالى رحمن يعني رحمته وسعت نعم. كل شيء. طيب هنطلع فاصل نرجع بعد الفاصل نكمل حوارنا هنتكلم كيف الزوجة إذا اكتشفت هذا الأمر كيف تتعامل كيف تواجه هل تتكلم هل تسكت هل يعني تصمت وتتغافل وتتجاهل ولا تلجأ إلى مختص نفسي وإيش تسوي لأنه هذه الحالات بتتكرر في كثير من الأسر وكل زوجة وكل أم بتحافظ على بيتها وعلى زوجها. هنعرف الإجابة منك دكتورة فاطمة بعد ما نرجع من الفاصل. لازلنا نستقبل اتصالاتكم على الهاتف 012-61-61-100 ورسائلكم على الواتس 055-66-89-01 فاصل وراجعين. يا هلا ومرحبا فيكم مستمعين رجعنا لكم مرة تانية في طبابة على ألف ألف مع ضيفة حلقتنا الدكتورة فاطمة محمد كاكي استشاري أول طب نفسي وعلاج الإدمان. طبعا احنا لازلنا نستقبل اتصالاتكم على الهاتف 012-61-61-100 ورسائلكم على الواتس 055-66-89-01. في معانا اتصالات عشان ما نطول بعد إذنك دكتورة فاطمة يعني ناخذ الاتصالات اللي جاتنا. نقول ألو يا هلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله أخوي تفضل. معك أبو إياد من المدينة. هلا أبو إياد تفضل أخوي. أبي أكلم الدكتورة. معك 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 تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. ألو. أيوة اسمعك أيوة تفضل. معك أستاذ أبو إياد. إيه دكتورة أنا عندي مشكلة مع الأهل يعني ما أمدح نفسي ما في تقصير ولله الحمد لكن المشكلة في منها قلة احترام يعني وصل لمرحلة يعني اعتذر ما اعتذر وإذا اعتذرنا يعني ما أدري هي مشكلة نفسية أو أي شيء يعني أي. حتى لو نعتذر ما تقبل الاعتذار يعني متزوجين لنا 11 سنة ما شاء الله عندنا 3 أطفال فمن شدة الكلام هذا صرت ما أثق فيها يعني أيوة المشاكل هذه صرت ما أثق فيها يعني قبل أسبوعين صارت بيني وبينها مشكلة بسبب الألفاظ فقلت لها عيب يعني أنا زوجس أيوة. ما تلفظين في الأشياء هذه فصارت مشكلة ووصلت الطلاق يعني أيوة. حتى يوم أني صارت المشكلة كنت يعني من درجة أني ما أثق فيها سجلت عليها صوت لأنها بتطلعني أني أنا غلطان أيوة. فرحت للأهل وكلمتهم قلت يعني شوفوا يعني البنت شوف الله يصلحها هذه وهذا تسجيل لها يعني ما تحترم والألفاظ بذيئة وكل شيء وفوق هذا يعني طلعني غلطان يعني من السير فما أدري إيش المشكلة حقتها هل هي نفسية أو مشاكل ثانية فما أعرف يا دكتورة يعني أستاذ أبو ياد هي المشكلة بس قلة الاحترام بينك وبينها صح ولا لا أيوة قلة طيب. الاحترام أنا ما أحترمها يا دكتورة لكن في ألفاظ يا دكتورة يعني أمزح معها تقول لا تكذب أنت ما تستحي على وجهك تكذب يعني ألفاظ بطيئة أختي يعني وأنا رجل يعني هي تداوم وأنا أداوم وشايل مسؤوليتي بالبيت ويعني متعاونين جدا لكن مصر. المشكلة يا دكتورة فالألفاظ اللي عندها. طيب ممكن يا أستاذ أبو ياد مو أمر عليك تستشير مستشار أسري يعني يمكن التربية لها دور مثلا يمكن أنت معاملتك كانت في الأول قاسية يمكن شافت منك أشياء لا والله يا دكتورة يعني أنا ما قد مدت شوفي 11 سنة زواج أنا ما قد مديت يدي عليها أو تلفظت عليها بالفاظ زي كذا لكن أنا من أول ما خدتها ما تعترف أنها غلطانة حتى لو يعني الشيء صحيح وهذا يعني ما تعترف يعني فيها كبرياء كذا شوي. طيب ممكن انت تاخدها بحيلة زي ما يقولوا وتقول انك انت عندك مشكلة نفسية ولما تروح لطبيب او طبيبة نفسية تقول له يعني تسرد له او تقول له من خلال مقابلتك معاه انه انا زوجتي كذا كذا فممكن يجيبها عفوا ويبدأ يحاورها ويكلمها ويقنعها باسلوب يعني مؤدب انه لازم تحترمك لانه هذا السبب حقها قلة الاحترام ادت لك لقلق لتوتر لزعال لنوع يعني من حتى الحين يا دكتورة ولا قطع الهرجس يعني حنا أنا رحت المستشار وطبيب نفسي قلت تعالي معي نشوف المشكلة
يعني في البداية أوكي تكون أوكي أنا غلطت وأنا في الشيء هذا غلطت وما أدري وشو، يعني تستمر أسبوع بعد أسبوع إلى أسبوعين تختلف الموجة، يعني ترجع إلى وضعها الطبيعي وأخس. الله يعينك أبو إياد. طيب إحنا كذا وصلت مداخلتك والدكتور الله يعافيك، شكرا لك. طيب دكتورة إذا في حاجة حابة حضرتك تعطيها برضو نصيحة للأخ أبو إياد. والله أنا رأيي زي ما ذكرت له إنه المفروض يتوجه لي، يعني هو راح لطبيب نفسي واستشاره، وممكن يستشير أخصائي أو أخصائية نفسية أو اجتماعية أسرية بحيث إن هي تساعده كيف التقنيق، وإذا تكفلت الموضوع يشوف أقرب الناس من أسرتها، يعني والدتها والدها، بحيث إنه ما يجي يخربوا بيتهم ويعملوا فتنة ويعملوا انفصال بين الزوجين، إنه تدخل لها والدتها بالذات تكون قريبة لها تنصحها وتقول لها تكلمي كذا أعملي كذا، هذا الأفضل، يعني على أساس أنه أنت زي ما ذكرت أنه الاحترام والاهتمام والحب يجي، هذه أشياء أساسية في العلاقة الزوجية، أن تحمي الإنسان أنه يدخل بعد الشر في خيانة زوجية مع الأطراف الثانية سواء الرجل أو امرأة. طيب هناخد برضو هذه المداخلة دكتورة. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام الرحمن الرحيم. يا هلا ومرحبا. عندي مشاركة. تفضل. الله يحفظكم. بخصوص السؤال، إذا زوجة اكتشفت زوجها مثلا يخون أو شيء زي كذا. نعم تفضل. مين معي الأول بس نعرف الاسم؟ الأخ بندر الجني. هلا حياك أخوي بندر. مو أنت اللي اتصلت في الأول يا أستاذ؟ ما شاء الله نشيط أنت شغال معانا. تفضل تفضل. مواضيعك مشيطة والله. طيب الله يرضى عليك، زيدنا من علمك الله يكرمك ما شاء الله. الله يخليك ويسعدك طال عمرك الله يرفع قدرك الثانيين. الآن انتشرت في السوشيال ميديا في الآونة الأخيرة نصيحة بخصوص هذا الموضوع، إنه إذا اكتشفتي يخون ولا مدري إيش انتبهي، أصحك تتكلمي من ذا الكلام بعدين أطيح هيبتك ويصير يسويها قدامك. يعني الكلام هذا كله لا يبت للصدق، يعني بصلة، لأنه ممكن حتى يعود بنتيجة عكسية، لأنه الزوجة لو أنها سكتت أكيد طبيعيا يعني كإنسان مجروح خاطر ولا شيء راح يعني ما راح يكون يعني جو متزن، راح يطلع منه تصرفات سيئة سلبية ممكن تعكس عليه الشيء هذا كامل. وأفضل حل دائما، لأن التغاضي دائما عمره ما كان حل، أفضل حل المواجهة، يعني يا فلان يا أبو فلان أنت تشوف فيني غلط في شيء، طب أنا ممكن يعني أني أنا أقدم حاجة أقدم شيء بحيث أنه أنت ما تمارس هذا الشيء مرة ثانية، يعني لازم الكروت كلها تكون على الطاولة وواضحة. وأنا يعني للأمانة حاب أنه الدكتورة الله يطول لي عمرها إن شاء الله والسامعين تنبه على هذا الشيء، أنه الناس إذا بغت تأخذ استشارة تأخذ من أهل الاختصاص، ما هو يعني أي أحد شفناه على السوشيال ميديا يتكلم ولا حاجة صار هو أهل الاختصاص وأخذ منه مشورة وأخذ منه أشياء زي كذا. تمام تمام. أي والله في ناس يعني تحتاج التنبيه بهذا الشيء. شكرا أخوي بندر، يمكن أنت سبقتنا وكانت الدكتورة هتتكلم في هذا الجانب بالتفصيل، شكرا على مداخلتك القيمة الله يعطيك العافية. شكرا. طيب نكمل الآن دكتورة فاطمة، السؤال الآن المواجهة كيف تكون؟ يعني هو الآن الأخ بندر يقول المواجهة أفضل، إحنا نبغى نعرف منك الاستراتيجية، هل تواجه ب يعني كيف تتكلم؟ في ناس ترى تخاف، وفي رجال ما يتقبل أصلاً إنه واحدة تقول أنت تخونني أو إنه أنا عرفت إنك على علاقة، وكيف تكون مستعدة في المواجهة بأسلحتها؟ ما أقول أسلحتها، لكن بكل أدواتها اللي تقدر فيها إن تخليه يرجع، لأنه غالباً هينفي وهيقول لا ما صار شيء وأنت تفتري علي والكلام هذا ما حصل. والله حقيقة أنا مرات يعني كان واحد يعني جاتني إنه المستشار حقها مع احترامي زي ما ذكر الأستاذ بندر إنه يعني تواجه، فقلب الطاولة زوجها عليها وهددها بالطلاق وضربها وشوهها، وأنا كنت عضوة في اللجنة، فما كسبت إن هي غير طلقها وضربها وقال لها أنا الرجل وأنا من حقي أتزوج ومين قال لك إني أنا بخونك أنا خاطبها وطلعها هي غلطان. فللأمانة يعتمد يعتمد يعتمد، إذا كانت زي ما تفضلتي دكتورة نشوى، إذا هي كانت مرأة ضعيفة ما هي موظفة ما عندها يعني قوة في الشخصية، أنا أفضل لا مو المواجهة، ممكن هي حتى لو تيجي تتكلم معاه تقول له مثلا يعني تسأله، يعني في بعض الأزواج لما يبدأ عنده خيانة زوجية يبدأ يعني يهملها أو يزيد الاهتمام فيها، يبدأ يقعد يتكلم كثير على الجوال، يعني تلاقي يعني أنا واحدة قالت لي حسابنا صار كل شوية تخرج الفلوس منه، فبتقول له فين بتروح الفلوس؟ يقول لها ها اشتريت والله هدية لصاحبي، اشتريت لأمي، اشتريت لأختي، يبرر لها الفلوس اللي هي قاعدة تتحسب أو تتخصم من رصيدهم العائلي.
فللأمانة المواجهة تعتمد على عدة نقاط أو عدة عوامل، شخصية المرأة أو شخصية الرجل، وبعض الأحيان سبحان الله غضب الإنسان يعني يخليه يتعمي، يعني ممكن تضربه ويضربها، ممكن يعني الأولاد يعني يكون كبش الفدا. فدائما المواجهة بعيدة، أو أنا ما أفضلها تكون بعيدة عن الأولاد، لأنه الأولاد زي ما تفضل الأستاذ بندر وذكر مداخلته أنه التنشئة، لو طفل نشأ في أسرة تسود فيها الخيانة وعدم الأمان وعدم الثقة، إيش حيطلعوا الأولاد يعني زيهم؟ صحيح. فهذه مرة مهمة تعتمد، أو إنها هي مثلا تتصل على مستشارة أو مستشار، زي ما تفضل هو برضو أنه مستشار يعني ذو مكانة، ويعني ما يستغلها ولا تستغلها في المشاكل هذه الأسرية، بحيث أنه هي تقول له أو يقول لها كيف التكنيك تتعامل معه. برضو أنا دائما أقول سبحان الله، المرأة لما تعرف إيش الأسباب وتسعى لتصليحها، تهتم في زوجها، تغير في بيتها، تغير في شكلها، تتقرب منه، يعني سبحان الله، يعني أمهاتنا وأباهنا يعني ما كانت عندهم برضو النزعة الشيطانية من الإنسان يعني بتوسوس، فسبحان الله يعني، وكانوا زمان ما ملكت يمينهم، يعني كل يعني قصص من الأسرة كانت والدتي على أساس ما ملكت اليمين، هذه كمان مشكلة غير الإنترنت. فلو المرأة اهتمت شوية ولا يعني ما تستسهل إنها تهدم الشراكة. دائما أنا أقول الزواج زي شراكة، الواحد لما يبدأ ينشئ شراكة لو ما كانوا الطرفين أو الشريكين، كان كل طرف يحب الشريك الطرف الثاني ويسعى إنه هو يعطي له حقوقه وواجباته، وذاك الآخر يعطي له الحقوق والواجبات، ما حتستمر الشراكة. الزواج يعني مش يعني كثير تشدقوا قالوا مودة ورحمة، ولكن في 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 الأعمال مع الزوجة أو مع الزوج ما بتطبق المودة ولا الرحمة. يعني مهانة، يعني أنا عيف واحدة والله تقول لي دكتورة بعد ما طلقني زوجي وستكلم وصار يصرف علي يجيب لي هدايا، طب إيش الفائدة؟ يعني لما كان الزوجة له حلال ما يصرف عليها، سبحان الله، ولما صارت طليقة صار يعني يستغلها، يهتم يقول لها عشان ايش اخليك ترجعي، فقالت لي لا اخليك اذا كذا خليني زي ما انا. فهذه يعني قصه من القصص لا هناخذ منك قصص ثانيه كمان يا دكتوره، بحكم طبعا يعني تعاملك مع كثير من الحالات اللي بتمر عليكي، لكن لازم نطلع فاصل الان، جاء وقت الاعلان، هنطلع فاصل قصير نرجع بعد نكمل حوارنا. لازلنا نستقبل مشاركاتكم على الواتس 0556689201، خليكم معنا، فاصل وراجعين. يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا الأعزاء، رجعنا لكم في طبابة مرة تانية مع ضيفتنا الدكتورة فاطمة كعكي، استشاري أول الطب النفسي وعلاج الإدمان، وموضوعنا اليوم عن كيفية التعافي من الأزمات النفسية في العلاقة الزوجية، وتحديدا من حالات خيانة الثقة بين الزوجين، والخيانة اللي بتكون يعني للأسف الشديد حالة بيصعب التعامل معها جدا. دكتورة فاطمة، يعني في مداخلة جاتنا في الفاصل، مداخلة مهمة جدا، يقولوا أنتوا قاعدين تتكلموا عن الرجال، طيب بالنسبة للنساء، بالنسبة للجانب الثاني، ترى في نساء برضو بيصير يعني مواقف زي كذا، فلازم تكونوا حيادين. وإحنا قلنا ترى في بداية الحلقة قلنا أنه إحنا ما نقصد الهجوم على الرجال أو نطلع أنه الرجل هو الخائن، طبعا هي يعني الخيانة موجودة عند الطرفين، لكن نقول أنه الرجل بحكم يعني أنه عنده حرية أكثر، أنه طبعا منفتح أكثر، المجتمع بيعطي له حقوق أكثر من المرأة، فيمكن الموضوع هذا بيكون عنده أكثر. فخلينا دكتورة يعني عشان بس لازم نرد على هذه المداخلة. طيب أشكرك دكتورة نشوى، أنت والسائل اللطيف الظريف الأستاذ علي. أيوة الأستاذ علي، لأنه متحيز مع الرجال الله يحفظه ويحفظه. صراحة كمان أحب أضيف أنه الرجل ليش هو أكثر انتشار، لأنه دائما يواجه زوجته أنه هذه ما هي خيانة، أنا بدي أتزوجها، شوفي نفسك، شوفي أولادك كيف، فهو عذر ومدخل يعني ما يبرر، يعني ما يبرر أنه غلط وأنه هو يعني آسف وكذا، يقول لا أنا بدي أتزوجها، إيش لك أنت شغل، ربنا حلله والمجتمع عطاني وا، فهذه عشان كده هي في المساحة أكتر يعني في 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 المجتمع. لكن المرأة إذا غلطت يعني ما حد حيرحمها، صحيح. يعني سبحان الله يعني كثير يعني الرجل أبسط شيء يا شيخ رجال ربنا أعطاله، لا تزعل يا مو مقصر معك وموفي لك حقوقك خلاص يا بنت ربي عيالك كدا. أيوة وبعض النساء دحين يعني تخونه زي ما هو خانة، يعني في حالة جد قلت لي هو يعني ما رحمني يا دكتور، أنا ما أخونه علاقة جنسية، لكن أكلم واحد أفضفض له، واحد يشتري لي ملابس، واحد يمشيني، واحد مش عارفه، هي ما تعتبر هذه خيانة، نعم. هي شايفتها فضفضة مدام هو
خانني فأعطاه الحق التكرار. يعني بعض الرجال يعني يتعهد ويتوعد انه والله ما يكررها، ولكن مع الأسف يكون هو مريض وبس راح لمستشار وجلسة وجلستين ومع تكاليف المستشارين اللي يزعلوا مني المادية، فما يقدر يكمل التكلفة وما يكمل الجلسات الأسرية، فيبدأ ينتكس. يعني أي مرض فيه انتكاسة، عامل انتكاسة وارد، يعني لأن هو الخيانة الزوجية ما هي مرض بذاتها، هي مصاحبة لعدة أمراض نفسية وإدمان وهذه الأشياء. فلازم يعني يكمل العلاج حقه أو تكمل فبالطبع يعني المرأة الضعيفة أو المرأة اللي هي مسكينة يعني ما بيدها بذات ما تشتغل متكلة عنده خير ما تبغى خيرها يروح، فتقول لك خليه يروح مع العشيقات وأنا كمان أشوف حالي، أنا جاتني حالة زي كده، أنا أتعرف على دواء سافر وما يصرف علي وعلى أولادي. يعني هذه البذرة أو هذه الشرارة اللي هي ممكن تفكك يصير فيها ويصير التنشئة زي ما تفضل الأستاذ بندر، تربي أولاد إنه عادي الخيانة في الأسرة، فليش أنا ما أسويها لما أكبر، وليش البنت نفس الحكاية تسويها لما تكبر، من شب على شيء شاب عليه، هذا شيء قوي. ففي قصة أنا دوبي ذكرتها قبل ما نطلع على البرنامج، إنه واحدة في قناة من القنوات العربية جات مذيعة تعرفت يعني في السجن، فذكرت لها لواحدة سألتها كم حكموا عليك، قالت لها 25 سنة، قالت لها يا ساتر لي، قالت لها عشان أنا زوجي خاين فقتلته وقطعته وحطيته في أكياس زبالة. الله يكرمكم، أعتقد شفت المقطع هذا على قناة عربية. فهذه أقل شيء، فقلت له أوف ليش، قلت له ده خاين، ده كان يضربني، ده كان يهددني، ده كان ما يأكلني أنا أولادي، فهذا أقل شيء في حقه أني أنا أعمل فيه كده. و25 سنة المهم أنا ارتحت ضميري ونفسي، ارتحت هي كذا ارتاحت، نعم دخلت السجن ارتاحت، فين الراحة؟ لا بس هو الانفجار فعلا. بعض النساء ممكن يتحملوا، وهذه برضو نقطة احنا حابين يعني نركز عليها ونوضحها للمستمعين الكرام من الرجال، الله يحفظكم. يعني ترى المرأة صح انها كائن ضعيف، لكن هذا الكائن الضعيف ربما اذا يعني كبت اكثر من اللازم وتحمل اكثر من اللازم ممكن ينفجر. صحيح، والله اعلم كيف يكون الانفجار. هذه في الخيانة، حتى في الزواج، المرأة اللي زوج عليها زوجها وراحت حركة الفرح، يعني مش خيانة، زواج حلال، راحت حركة الفرح في السعودية، يعني على أساس إنه تنتقم من زوجها ليس تزوج عليها. أيوة. ليش الانتقام الله. يعني ليه؟ يعني صح برضو هذا الموضوع مبالغ فيه، ردة الفعل هنا هو يتزوج ومن حقه، إحنا ما ننكر الشرع أتاح للرجل وأباح له الزواج من 4، فليش العنف الشديد هذا؟ والله شوفي، يعتمد برضو على شخصية المرأة وعلى حبها وتعلقها في الرجل، وعلى انه هي يعني احساسها بالذل والكرامه، انه ليش اتزوج علي، انا ما قصرت معاه، انا اعطيته، انا عملت له، انا نشأته، يعني كان انسان من لا شيء صار كل شيء. ايوه، ففعلا انا جاتني حاله انه هي راحت ولدت وراحت لامها في بلد ثاني، وكانت مساعده زوجها في بناء، فراح اتزوج في فتره ولادتها انسان وسكنها في بيتها ولا مالك دعوه. هذه صعبه. ايوه والله هذه صعبه صراحه، فجاها انهيار وصدمه حق. ايوه والله مسكينه، يعني لان هي تقول لي أنا ما قصرت، أنا ولدت دكتورة، فيعني قصص كثيرة. لا هذا كان مبيت النية واضح. نعم. يعني نعم. والله دكتورة يعني الحديث معك لا يمل، وحقيقة يعني الموضوع هذا من الواضح أنه موضوع مهم، وهذه المواضيع رغم أنه هي حساسة شوية لكن لازم نتكلم عنها. صحيح. لازم نكسر حاجز الصمت والخجل. صحيح. والحياء، لأنه في ناس تحتاج فعلا مشورة، تحتاج نصيحة، تحتاج أحد يقول لها إيش تسوي. صحيح. ومو سهل أنه إحنا ناخذ النصيحة زي ما حضرتك ذكرت، لا أخذها من على إنترنت. صحيح. ولا من الفضفضة. صحيح. مع أحد. صحيح. أبا أخذها من شخص مختص. نعم. وبالتالي بنرجع ونأكد أنه الإنسان اللي يمر بأزمة نفسية أو صدمة في حياته وعلاقته الزوجية، أفضل شيء على الأقل الاستشارة قبل ما تأخذ أي خطوة. يعني دائما الأكاديميين والأشخاص المتخصصين هم أفضل من يعطي النصيحة. شكرا لك دكتورة فاطمة، سعدنا وجودك معنا في حلقة اليوم، وإن شاء الله نلقاك في حلقات أخرى. شكرا لك دكتورة، أنت والمستمعين وقناتكم الرائعة ومواضيعكم الأروع. الله يسلمك. شكرا لك. بعض النساء وبعض الرجال يكونوا ناقمين علي، بس سامحونا يعني، وجزاكم الله خير، وشكرا لإصغائكم. شكرا لك. وشكرا لكم أنتم أيضا مستمعين الأعزاء، وشكرا لتفاعلكم ولكل من شاركنا حلقة اليوم سواء كان برأي أو سؤال أو استفسار. نلقاكم على خير إن شاء الله في الغد، انتظرونا حلقة جديدة وطبعا من برنامجكم طبابة مع ضيف جديد من ضيوفنا اللي هيكونوا معنا. أترككم الآن مع برنامج حياتنا والدكتور نزار بهبري. تقبلوا تحياتي من خلف المايك، أنا نشوى السكري ومخرج هذه الحلقة مشاري الحربي، في حفظ الله ورعايته.